بدكمش يمنعوني، بدهم يفرضوا علينا الأمر الواقع. بس لا، إذا الحكام رضيت الشعوب بترضاش. الشعوب ما بترضى لو الحكام مضت. الشعوب لآخر لحظة دتم تحتج. صاحبة قوة بإذن الله، كتابي ومسبحتي وسنتي بتعطيني القوة بإذن الله، بتقدر عليهم أكثر من أقوى أنواع التكنولوجيا، لأن أنا بدافع من إيمان على حقي. أنا أبا عن جد بنت القدس، بيقدروش يمنعوني يقولوا لي أنت ما بدك أدخلي، هذا بيت الله، أنا بستأذن من الله مش منهم. فعشان هيك دائما أحاول وأحاول وأحاول وما أزهقش. إحنا هان منقولهم إحنا مش زهقانين ولا تعبانين، أنا بفرطش بحقي ولا بشبر. إحنا هادي كلها أرض وقف، لا يمكن حدا يفرط بحقه. الصغير فينا اسأليه بقول لك هادي أرض أجدادي وآبائي، هدول المستعمرين، هدول داعش الصهاينة. في داعش حقيقيين بس انزقت لهم من أمريكا والإسرائيل، فصارت داعش اللي هلأ هم بقول إرهابية، بس هم داعش الصهاينة. الله يسعدك.